قصة جحود أبناء الفنان أحمد مظهر في أيامه الأخيرة ولقاء أصدقائه حتى رحيله. فارس السينما المصرية هكذا لقب الفنان الراحل أحمد مظهر المعروف بأناقته المعهودة ورزانته وجاذبيته التي أسرت الفتيات سواء في عهده أو فتيات العصر الحديث. فما زال أحمد مظهر فتى أحلام كثير من الفتيات، فيرون فيه مثال للرجل الأنيق ذو الذوق الرفيع وعينيه ذات النظرات الثاقبة. بالرغم من المشوار الطويل الفنان الراحل في السينما والتلفزيون وقبلها في الجيش وشعبيته الكبيرة جدا والممتدة من مصر لجميع الدول العربية، إلا إنه عاش آخر أيام حياته في حزن شديد بسبب أبنائه الذين فرضوا عليه إقامة جبرية في فيلته بالمهندسين. تزوج الفنان أحمد من حب عمره السيدة هدية، وهي أم بناته الثلاثة وابنه شهاب، شاهد أبناء الفنان أحمد مظهر. لكن بعد سنوات طويلة من الحب انفصل عنها بعدما قطع ابنه صديق والده عن طريق الخطأ، بعدما نسي أحمد مظهر مسدسه في المنزل فعبس به الطفل لتخرج رصاصة بالخطأ في جسد صديق الفنان أحمد مظهر، وهو ما أثر على علاقته بزوجته وقتها. اتهم أحمد مظهر زوجته وأم أبنائه الأربعة بالإهمال، ودبت الخلافات بينهما، وعلى إثر ذلك حدث الانفصال. وتألم كثيرا بعد هذا القرار لأنه كان يحبها بشدة. عاش أحمد مظهر في أواخر حياته وحيدا في فيلته بالهرم بعد أن تزوج أبنائه شهاب ونيفين وإيمان وريهام، وكان يعاني الوحدة والمرض ويتغلب على الأمر بالقراءة أو الفروسية، لكنه تأثر بعد رحيل حصانه سيف الله. تزوج عام 1952. كانت المتعة الوحيدة للفنان أحمد مظهر هي الجلوس على المقهى مع أصدقائه شلة الحرفيش كما أطلق عليها، وكانت تضم نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعدد كبير من رجال الأدب والصحافة في ذلك الوقت. وقد شاركت هذه الشلة مظهر في لحظات صعبة كادت أن تدفعه إلى التخلص من حياته، ومن أبرز هذه المواقف قضية ابنه شهاب. من المواقف الصعبة أيضا في حياة فارس السينما خلافه مع شقيقته الفنانة فاطمة مظهر التي عارض دخولها الفن لكنها لم تمتثل لأمره، ولذا قاطعها سنوات طويلة. كما تألم وبكى أحمد مظهر عندما قامت الحكومة المصرية بعمل طريق دائري لتسهيل الحركة المرورية ومر الطريق من داخل حديقة الفيلا الخاصة به، كانت تضم أشجارا نادرة، وبكى على شاشة التلفزيون في برنامج الإعلام الكبير مفيد فوزي وطلب من المسؤولين إنقاذ حديقة الفيلا الخاصة به، وباءت محاولاته بالفشل. توفي في 8 مايو 2002 بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي. توفي الفنان بالمستشفى وأقيمت له جنازة شعبية حضرها نائب الرئيس، ودفن بمقابر باب الوزير بالقرب من قلعة صلاح الدين. رحم الله فارس السينما المصرية أحمد مظهر. رجال أعمال ومنتجين ومصالح مشتركة. 12 رجل في حياة الفنانة غادة عبد الرازق. جدل كبير أثارته الفنانة غادة عبد الرازق بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وهو الزوج رقم 12 في حياة غادة، التي أثارت الحيرة في نفوس جمهورها بسبب عدم الإفصاح عن سبب الانفصال، خاصة بعد انتشار الحديث عن زواجها بهذا العدد من أجل الاستفادة وتبادل المصالح من أجل نجاح مسيرتها الفنية. هيثم زنيتا هو آخر الرجال في حياة الفنانة غادة عبد الرازق، لكنه ليس الأول. عدد زيجات الفنانة الجميلة غادة عبد الرازق وأشهر الرجال الذين دخلوا حياتها. زوج غادة عبد الرازق الأول، تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة من رجل أعمال سعودي يدعى عادل القزاز، وكانت في سن 17 من عمرها، وفي سن 18 أنجبت ابنتها الوحيدة روتانا. شاهد الفنانة روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق. استمر هذا الزواج 7 سنوات، وهذا أطول زواج في حياتها، ثم تم الانفصال بينهما لأنها كانت تحلم بالنجومية والشهرة. وعلى الرغم من انفصالها إلا أنها حافظت على جعل العلاقة جيدة بينها وبينه، كما ندمت على الطلاق منه وفق مقالته في إحدى مقابلاتها التلفزيونية. زواج غادة عبد الرازق الثاني. بعد انفصال غادة عبد الرازق عن زوجها الأول سرعان ما تزوجت المرة الثانية، لكن هذه المرة كانت برجل أعمال مصري من محافظة بورسعيد أكبر منها سنا يدعى أحمد، وكان فارق السن الذي بينهما عائقا كبيرا.
فانفصلت عنه بعد فترة الزواج ليست طويلة، وقالت في إحدى لقاءاتها إنها كانت تنظر له على إنه والدها، كما أن هذا الزواج لم يحدث أي مشاكل، خصوصا أن زوجها هذه المرة من خارج الوسط الفني. أما الزيجة الثالثة للفنانة غادة عبد الرازق فكانت من المحامي حلمي سرحان، ولم يكمل هذا الزواج سنة، حيث تزوجت منه عام 2001 وتم الطلاق في بداية 2001، وحدث الانفصال بسبب رغبة غادة في التفرغ لأعمالها الفنية كما وضحت، والسبب الآخر هو كثرة الغيرة وفق ما قاله المقربين منها. الزيجة الرابعة للفنانة غادة عبد الرازق من المنتج الكبير وليد التبعي، كما تزوجت أيضا من الصحفي محمد فودة. كما زاعت العديد من الشائعات حول زواج الفنانة غادة عبد الرازق من المنتج الفني محمد سعيد، لكنها نفت ذلك، وكانت في هذه الأوقات قد أعلنت عن قرب زواجها من مخرج كبير. الزواج الأخير رقم 12 للفنانة غادة عبد الرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، ليلى فهمي تخلت عن اسمها من أجل الشهرة، وشاركت الزعيم معظم أفلامه، بدأت مع السندريلا والسرطان أنهى حياتها. عشقها للفن جعلها تلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخلت عن اسمها الحقيقي وهو سناء عبد الله، واختارت ليلى بحثا عن الشهرة. كانت بداياتها الفنية بالتزامن مع بداية السندريلا سعاد حسني في فيلم حسن ونعيمة أمام الفنان محرم فؤاد، لتسير بعد ذلك بخطى ثابتة وهادئة نوعا ما في مجال الفن. كما تألقت فهمي في تقديم أدوار السيدة البسيطة كالأم والأخت وربة المنزل والخادمة أيضا، وغير ذلك من الأدوار المتميزة التي قدمتها على مدار 43 عاما هو عمر مشوارها الفني. قدمت أمام الزعيم عادل إمام عدد من الأفلام، من أهمها أدوارها التي لا تنسى ما قدمته في فيلم احترس من الخط، وفيلم رجل فقد عقله أمام الفنان فريد شوقي وسهير رمزي وعادل إمام وإكرامي، وفيلم واحدة بواحدة مع عادل إمام وميرفت أمين. عدد كبير من الأعمال الفنية ما بين سينما ومسرح وتلفزيون قدمت من خلالها الفنانة ليلى فهمي أدوارا مميزة مع كبار النجوم، سواء من زمنها الجميل أو أمام النجوم الشباب وقتها. من أعمالها السينمائية فتوة الناس الغلابة، لا عزاء للسيدات، ليلة القبض على فاطمة، ومن أعمالها الدرامية مسلسلات شرارة، ليالي الحلمية، يوميات ونيس. من أبرز أعمالها المسرحية هالو شلبي أمام الفنان سعيد صالح وعبد المنعم مدبولي. فأربعة يونيو عام 2003 رحلت عن الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ولكنها تركت رصيد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي خلدت ذكراها في قلوب محبيها. شاهد ابن الفنانة ليلى فهمي.